الناس فين نجيبوا لهم الجوع حنا بهذا الله يبارك. اذا مرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. حنا تتواجدوا مع الشريف فطائبة توكالا كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر باش نقربكم من وعات الطعام المغاربه. كل ما ولاو تيتشهاو يعني مؤخرا انهم تفضلوا ياخذوا يعني هذا الشيء ديال البطبوط والمسمان يعني والبغرير عند الناس اللي تيبيعوا تيشريوا بطبيعه الحال كما تتابعوا معنا من خلال هذا المباشر. فاليوم حنا غادي نقربكم من الانواع اللي متوفره في هذا الشهر رمضان واش اللي تيكون عليها الاقبال في شهر رمضان. تنشوفوا حتى يعني التريد الناس اللي تيفضلوا التريد نورا العشاء كما تشوفوا معنا يعني الحمد لله الخير موجود. كاين الزيتون كاين المسمن بالزيتون كاين المسمن العادي وكذلك سمنه القمح وكاين المسمن ديال العادي وكاين يعني كما تشوفوا حتى الطبوط يعني بالزيتون كان البطبوط بالشعير كان البطبوط عادي وكان البطبوط ديال القمح وكذلك كاين سميتو كما تشوفوا معنا البغرير اللي تيفضلوا الناس المغاربه في الفطور في الفطور ديال بالاضافه للحرشه كما تشوفوا معنا. هادشي كلشي هادو الشيوات اللي عزازين على المغاربه في الاطباق في الاطباق ديال الافطار. يعني كاين حوايج اللي تيكون عزاز على المغاربه في الافطار. غادي نخليو الشريف هو الذي قربنا من الاثمنه ديال المعروضات اللي عنده بطبيعه الحال. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا بكم عندنا. الله يكبر بك. يعني منك تقرا يعني بالنسبه كيفاش توجدوا انتم لشهر رمضان كيفاش تدوز عندكم الظروف ديال شهر رمضان تفضل. شهر رمضان تتكون فيه الاقبال بزاف في هذه المنتوجات اللي هي جايبينها من مدينه جديده. حنا الاصل المحل اللي تقريبا تتعرضوا تشوفوا انواع ديال المسمن وكاين انواع ديال البطبوط. يعني قربنا شي شويه من كاين المسمن تاع القمح كاين المسمن تاع القمح المسمن تاع الزيتون بالزعتر المسمن تاع الخليع كاين البغرير كاين المسمن تاع الخضره. الحمد لله جميع انواع المسمن كاينين عندنا هنا في هاد فطائر توكالا. نعم يعني يعني تنشوف كاين تبارك الله كاين الشكيلات تنوع هادشي قبل ما كانش كان تيكون غير مسمن عادي دوكا تنشوفوا المسمن ديال الزيتون المسمن ديال هادشي معروف معود عند المغاربه دوكا تنشوفوا كي قلتي ديال الزعتر ديال يعني ولا تيدخل شي تحسينات في هادشي ديال المأكولات. كاين تحسينات وكاين الجديد ديما عندنا في هاد المحل. نعم لحقاش ديما حنا تنقلبوا على الجديد باش الزبون يمشي على راحته. نعم نعم يعني تقريبا الاثمنه كلشي تيتسال على الاثمنه تقريبا الاثمنه. الاثمنه عندنا بحال المسمن تاع الملاوي تاع القمح ب 2 دراهم ونص، الملوي عادي ب 2 دراهم ونص، الحرشه ب 2 دراهم، الخضره ب 4 دراهم، الاثمنه جد مناسبه. نعم والتريد الرفيسه تنبيعو 35 درهم للكيلو لا القمح ولا العاديه. نعم يعني حتى الرفيسه كاين فيها القمح حتى هو. اييه نعم. ضروري صحي نعم. صحي نعم. وشنو اللي كاين عليه الاقبال بزاف بالنسبه للمغاربه بزاف اللي تيتقداو بزاف؟ القمح 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 الحمد لله المنتوجات ديالنا ديما عليها اقبال كبير الحمد لله. إذا كانت عندك الجودة الحمد لله ما تخافش. يعني وقتاش أنتم تبداو الخدمة باش توفروا هذا الشيء؟ 6 الصباح 6 5 ونص 6. نعم. وتتبقاو النهار كامل النهار كامل. وقتاش تديروا تتعرضوا للمعروضات؟ في الأيامات العادية تنحطوا المعروضات ديالنا مع 6 ونص الصباح أو 7 ودابا في رمضان تيبدا من 11 النهار. نعم تتبداو من 11 النهار تيقرب الافطار بطبيعه الحال. يعني هو الافطار ما كاينش بطبيعه الحال الافطار ما كاينش يعني فقط يا سميتو. يعني وبالنسبه لهذا الشيء كيفاش تشوفوا واش المغاربه شدناهم ما بقاش تيمشيو تيحضروا العيال تيحضروا في ديرهم تيقلبوا على الوجه انت في نظرك هذا الشيء مزيان ولا؟ بالنسبه لدابا الناس ولاو كلهم خدامين ما عندهمش الوقت انهم يوجدوا هاد الفطائر. تبدلات الوقت وكل وقيته وقيته. نعم هادشي اللي نقدر نقول لك. نعم الماكله ولات معروفه دابا
بنادم تيخرج من الخدمه تيجي عندنا تياخذ هذاك الشيء اللي بغى يفطر به الثمن جد مناسب تيقول حسن كاع ما نصوبوا في الدار. شي كنا قبل ما كناش نشوفوه في يعني في هذه سنوات قبل يعني في حتى 2000 ما كناش نشوفوا هذه المساله هذه دروك ولا هادشي كان في مدينه الجديده هادشي كان عندنا حنا في مدينه الجديده ودابا راه حنا جبناه لمراكش حيت هاد الفكره تاع فطائر تبانه هي في الاصل كانت في مدينه الجديده نعم ايوا الله يسهل الامور تبارك الله عليك الله يوفقك الله يكبر فيك نعطيو التحيه لسي عبد الهادي في الجديده الله يكبر فيك بارك الله فيك شكرا لك. اذا كما تابعتم معنا حنا تنحاولوا اننا نقربكم من الانواع ديال الفطائر كما تشاهدوا معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر يعني تنعرفوا بان المغاربه في هذا الشهر رمضان تتفتح الشهيه بالنسبه للمغاربه تنشوفوا تبارك الله عنده انواع ديال المسمن يعني كاين مسمن الخضره وكذلك كاين مسمن كاين الملوي ديال الخلي يعني والبطبوط ديال الزيتون يعني وكذلك مسمن ديال الزيتون يعني كلها هي بالاضافه انه الاثار ديالهم يعني بحال ما لا وصلات اذا على العموم حنا انه كان الهدف ديالنا انه كما تنقوموا دائما تنقوموا بجوله في الاسواق باش نقربوكم من الانواع سواء في ديال تبارك الله عليك الله يكبر تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يكبر بك لله. اذا كما تشوفوا معنا حنا تنحاولوا من خلال الجوالات اللي تقوموا بها في مدينه مراكش بالنسبه للخضر والفواكه وكذلك بصفه عامه حتى نحاولوا نقربوكم من الاثمنه ديال كل شيء متوفر هنايا كما تشوفوا معنا من خلال هذا المباشر يعني باش اننا الاسواق بلادي يعني باش اننا نكونوا في قلب اي شيء تيخص وتهم المواطن المغربي بصفه عامه وكذلك الافطار ديالو تشوفوا كذلك الملوي الخامات كما تشوفوا معنا يعني كل شيء متوفر تبارك الله ما شاء الله خاصين كما تنقولوا خاصين الفلوس تبارك الله ما شاء الله ويعني والله يرحمنا في هذا الغلاء ديال الاسعار اللي كنعيشوا في هاد الايام الصعيبه على المغاربه بصفه عامه. فمبقليلا نشكركم شكرا على حسن المتابعه الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.